وفي هذه اللحظات عبيد يعطي إشارة انطلاقها عبيد الهداف من جانب الشباب القسنطيني، واتي الكرة الأولى من هناك لصالح النصرية. الكرة جميلة جميلة جميلة، أوه ما زال الخطر شويتر، هل سيسدد لك جاي عود التسديدة؟ تدخل من الدفاع، هذا حراقي واصل تعود على الجهة اليمنى، يفتح اللعب للكجع، لكجع يوزع أما أنه يراوغ يتوغل يدخل، ولكن الدفاع لا ما زال يحتفظ بها. قانون وغض النظر عن أشياء ربما وأخرى من هذا القبيل. في هذه اللحظات أعطي ميليمترية وريعة وممتازة، والرأسية المتابعة الرأسية لم تكن. اللاطي وليد يخرج هذه الكرة باتجاه حراك شمس الدين، ولكنه يسترجعها ويضيعها بسرعة، كم يمنح الدين وزايدة يعني العملية اللي قام بها عبد النور في الكرة الأخيرة. وهذه كاع من الكرات الضايعة الأولى تاع اللاعب علاتي إلى زملائه داخل هذه الكرة، ما زال الخطر هو كانت بشوف يعني كانت ممتازة لو لمسها يوسفي كانت عودة زعلاني. زعلاني هي التي موجودة هي الكرة الثابتة من الهدف الأول، والهدف الأول عن طريق عبيد محمد أمين. الكرة الثابتة أصبحت متحرر بالنسبة لأشبال هذا المدرب اللافان. المحاولة الأولى من حسين بن عيادة، هي الكرة صعد براسه سامي زعلاني، رد المدافع وجدت الهداف عبيد، منح التقدم لفريقه في وقت حساس وفي وقت ممتاز في حدود هذه الدقيقة 74. ينتظر في زميله بالقاسمي يلعب براحة. جميلة 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 جميلة، وما أروع ما أخرى لصالح النصرية، هل سيتسدد؟ هاي جميلة باتجاه يا إيش يا إيش، يوزعها رحماني، الكرة الثانية. الحمد لله، هذا كاع رجع كما يقول لك المجهودات تاع اللاعبين، وين كنا حابين نعودوا بنتيجه ايجابيه. الحمد لله وين ربي وفقنا وما خيبناش، ان شاء الله مازالوا لنا لي ماتش، ان شاء الله نبقاو ميم ديناميك ان شاء الله لي بروشان ماتش ان شاء الله. C'était un match fermé entre deux belles équipes, je dirais, deux équipes qui voulaient la victoire, mais qui en même temps se craignaient, donc ça s'est neutralisé, tout le monde a bien défendu des deux côtés, a fait beaucoup d'efforts. On a su être costaud, on a su attendre notre heure, et puis sur un coup de pied arrêté, comme souvent ces matchs-là, ça s'est décanté sur un coup de pied arrêté, on a su marquer, et à partir de là, c'était difficile pour le NAD de revenir.